الشبهة الخامسة، حديث إذا أضل أحدكم شيئا قريب لللفظ ده أو أراد غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم. رواه الطبراني في الكبير. قال حدثنا الحسين بن إسحاق ثنى أحمد بن يحيى الصوفي ثنى عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي عن عتبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وزاد في آخره وقد جرب ذلك. الإسناد ده برضو ضعيف لعدة علل. العلة الأولى عبد الرحمن ابن شريك ابن عبد الله القاضي، وعبد الرحمن وأبوه اللي هو شريك ابن عبد الله كلاهما ضعيف، الاثنين ضعف كما قال الحافظ في الأول منهما صديق يخطئ، صدوق يخطئ في التقريب. وقال الحافظ في كتاب التقريب عن أبيه أي شريك ابن عبد الله القاضي قال صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، أيضا كتاب تقريب التهذيب لابن حجر. ودي العلة دي كافية لتضعيف الحديث. علة أخرى ثانية، الانقطاع بين عتبة وابن علي، وابن علي هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد سنة 80 ومات سنة 20 على أوسع الأقوال. فبين وفاته أي وفاة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أي وفاة عتبة بين وفاة عتبة وولادة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دهر طويل، يعني أصلا ما قابله، فالحديث ضعيف وهذه علة أخرى لتضعيفه. أما إنه وقد جرب ذلك بينا إن السنة لا تثبت بالتجربة كما في كلام الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين صفحة 140.